احنا تغيرنا من وضع الى وضع افضل بكتير. مبسوط، احنا دائما ان شاء الله الابتسامة موجودة والضحكة موجودة. الحمد لله، والله فرحانين خالص في هالدار هذه. احنا مبسوطين كتير وفرحانين للتغير اللي حصل. صار بطون وصار مجلة وصار مطبخ وصار حمام وصار ايوض ودهان وشبابيك قداد وبلاط وكل شي حلو صار فيه. اش ناقصش؟ هذا سقف بطون احسن من سقف الزينق مليون مرة. البيت هذا فيه كراميكا وفي بلاط كويس وصار فيه فرش كويس وفي عفش، نحمد ربنا كتير. أنا بقول بارك الله فيك للمتبرعين، جزاك الله كل خير، ربنا يخليك ويدخل إلا ولا للناس المحتاجين. بنقول لهم ألف شكر إن شاء الله لكم، وربنا يبارك فيكم ويحميكم وتدوموا عونا لنا ولكل الناس المحتاجين. إذاعة صوت القدس، صوت حر لشعب حر.